السلام عليكم، أسعد الله مساكم كل خير. مساء الخير ومساء الورد على الجميع. تغطية اليوم على رافور فل 2000 سي سي XLE. أخوكم متعب السعد، لا تنسون تشتركون معي بالقناة وتفعيل الجرس لمشاهدة كل جديد في عالم السيارات، وبالوصف تحت راح أحط لكم جميع التواصل الخاص فيني، سناب شات، تيك توك، انستغرام. الله يحييكم جميعا. وبرضو من ضمن الروابط اللي بتلقونها تحت في حساب متخصص لبيع وشراء السيارات المستعملة والدبابات واللوح المميزة. وهذا هو الرافور 2021، فئة الفول كامل من 2000 سي سي. ما شاء الله تبارك الله. طبعا يجي فتحة، كشفات ضباب، الإضاءة فل LED، كشفات ضباب هالجين، إشارة بالمرايات. خلنا نشوف كفاءة الطاقة اللي موجودة. 2000 سي سي موديل 2021، دفع رباعي مستمر يمشيك 16.3 كيلو للتر الواحد، البنزين 91. ما شاء الله تبارك الله. وهذا شكل الخلفية حقته. طبعا يجي حساسات خلفية وكاميرا خلفية، فتحتين شكمان، المساحات الخاصة بالقزاز الخلفي، لمبة الفرامل، وجناح برضو بالخلفية. لين نفتح السيارة، المفاتيح وين هي؟ نفتح لكم الشنطة، وهذه سعة التخزين اللي موجودة في الشنطة. طبعا الستارة هذه بإمكانك ترجعها، تكون عندك المساحة، لكن تقدر تسكرها برضو علشان تحميلك الأغراض والعفش اللي موجود. فشوفوا المساحة ما شاء الله تبارك الله جدا جميلة. هنا بلاستيك تقريبا، ومكان التخزين هنا بسيط، وهنا لمبة للإضاءة، وتتسكر يدوي. رافور فور ويل درايف، وهذا الشكل كامل ما شاء الله تبارك الله. طبعا عندكم هنا مقاس الجنط والكفرات 225 60 18، مقاس الجنوط 18. هذا الشكل كامل. نوريكم الشكل من بعيد، وهذا الشكل كامل. طبعا الإضاءة الأمامية فل LED، العالي والواطي، وبرضه فيها فتحة سقف. ندخل نشوف الداخلية للسيارة بالمنطقة الخلفية، مكان للتخزين، السماعات، هذه المراتب مخمل طبعا، التكاية والكوب هولدرز اللي موجود فيها، فيها نظام الأزوفكس الخاص بمقاعد الأطفال، وبإمكانك تصفط المراتب اللي بالوسط هذه وتعطيك مساحة تخزين أكبر وأوسع. بسم الله نركب. شوفوا هذه المساحة، أنا وازن المقعد الأمامي على طولي وعلى قيادتي. شوفوا المساحة ما شاء الله وسيعة جدا جدا. وعندكم هنا فتحات التكييف، وهنا منفذ 12 فولت ما شاء الله تبارك الله. إضاءة في السقف للخلفية جاية على وراء آخر شيء، فهذه من الأشياء اللي أنا أعتبرها ميزة جدا جميلة، ما تكون هنا بالنص، تكون وراء، بحيث أنها تعطي الإضاءة الصحيحة للركاب الخلفيين. وهذا شكل السيارة كامل. نجي للمنطقة الأمامية، عندكم القزاز هنا فقط، هذا أوتو، قفل للقزاز، القفل للأبواب، التحكم بالمرايات الجانبية، وبرضو صفط المرايات. بسم الله. هنا مكان فتح البنزين وفتح الكبوت، التحكم للدركسون، تقدر ترفعه أو تنزله يدوي. بسم الله. التشغيل بصمة طبعا،
وهذه رسالة ترحيبية لراف فور الار بي ام ومبير الحرارة والعداد للرحلات والعداد للسرعة والبنزين على اليمين. هذه التحكمات اللي موجودة عندكم هنا، العصا الخاص للإضاءة الخارجية وفيها نظام الأوتو، وكذلك العصا الخاص للمساحات الأمامية والخلفية. ونجي للدركسون، هنا التحكم الخاص بعداد الرحلات، بإمكانك تغير هنا السرعة، وهنا التحكمات اللي موجودة، هذا نظام البنزين، توفير الطاقة للبنزين، كل التحكم اللي موجود عن طريق الأزرار هذه، ورد وإغلاق المكالمات ورفع الصوت والأوامر الصوتية. بالمنطقة الثانية مثبت السرعة والتحكم بالميديا، هنا المود تقدر تغير على موجات الرادو اللي انت حابها، تقدر تتحكم فيها من هنا. طبعا شاشة الدركسون طارة، فجدا خفيف وجدا جميل. الشاشة هنا تقريبا 8 انش، طبعا تدعم التاتش، نظام التاتش بلمسة واحدة. الاعدادات طبعا فيها نظام البلوتوث فقط، هذا اللي تدعمه الشاشة هذه، ما فيها اي شيء فقط للبلوتوث. وهنا الهاتف، الرادو الرقمي، الموسيقى. حاولت اني اشبك الابل كاربلاي لكن ما ضبط معاي، مكان الفليشر، التكييف مثل ما تشوفون، والديكور حقها الخاص بالتكييف، هنا فتحة التكييف، هنا فتحتين، وهنا الثالثة. ارباقات، عندك الارباقات الامامية للراكب وللسايق برضو بنفس الوقت. هنا مكان تخزين بسيط، نشوف الدرج، هنا برضو هذا درج للتخزين. التكييف مثل ما تشوفون هنا، مناخين مستقلة للراكب وللسايق، وهذا زر المانع انزلاق. هنا منفذ 12 فولت، وهذا مكان تخزين بسيط. الجير مثل ما ذكرنا لكم CVT. طبعا عندكم هنا نظام وضعيات القيادة اللي هي الايكو والنورمال والسبورت، طبعا البريك الالكتروني والاوتو هولد برضو موجود فيها، وهذه وضعيات برضو عندك السنو، الثلج والمد والساند للرملية او الطينية، وعندك برضو هنا الروك ديرت تقريبا اللي تعتبر الصخور الرملية، زي الصخور، وهنا الرمل والطين، وهنا الثلجية. فهذه الوضعيات اللي موجودة للقيادة، مكان تخزين بسيط جدا. عندك الكب هولدرز اللي موجود هنا، وهذا التكاية طبعا تقريبا زي الجلد. عندك المساحة التخزين اللي موجودة هنا ما شاء الله، وهنا منفذ 12 فولت، وهذه المراتب كيف الديزاين حقها والشكل. طبعا فتحة السقف اللي موجودة هنا، الإضاءة الخاصة للداخلية هالوجين كاملة، هذه للدور تبغى تولع لمبات السيارة كاملة، وهذا الخاص بالفتحة وعندك هنا درج خاص للنظارات، الشماسات اللي موجودة، مراية مع إضاءة للراكب، وكذلك نفس الشيء إضاءة مع مراية للسايق. وعندكم برضو المراية الوسطية، نظام التعتيم. فبشكل عام جدا جميل تويوتا راف فور. ونجي لمحرك السيارة، 4 سلندر 2000 سي سي 170 حصان تقريبا، الجير سي في تي، وهذا شكل الماكينة بشكل عام. دفع رباعي مستمر. ونجي لضمان السيارة، السيارة من عبد اللطيف جميل، 3 سنوات أو 100,000. السعر للسيارة 119,025 ريال شامل الضريبة. وبكذا انتهينا من تغطية راف فور 2021. يعطيكم العافية، إلى تغطية أخرى إن شاء الله، فأمان الله.